شكرا لك روبير على هذه التحديثات اليومية للأرقام. لابد أن نشير إلى الإيجابية كريستيان، تحديدا في أعداد المتعافين، وهو تجاوز 25% من أعداد الإصابات، أكثر من نصف مليون تعافوا من إصابتهم، وذلك في غضون فترة تمتد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. والآن تنضم إلينا من باريس المصابة بفيروس كورونا أمال بيروك. أهلا بك أمال، بحسب ما علمنا أنت لازلت في الحجر الصحي، لو تخبرينا بداية يعني كيف لقطت يعني التقطت العدوى؟ نعم، بالنسبة للعدوى يعني أنا في الحجر المنزلي منذ أكثر من شهر، منذ 10 مارس تحديدا، ولكن يعني زوجي ظل يشتغل وهو من أصيب في البداية بالفيروس، ومن ثم انتقل للفيروس رغم يعني الاحتياطات التي قمنا بها سواء قبل إصابته أو خلال الأسبوع الأول للإصابة. هذه الإيجابية أمال، رغم هذا الحجر المنزلي الطويل الذي تجاوز الشهر، ماذا تقدمين كتجربة اليوم للمشاهدين، ربما للمصابين أو أيضا لاتخاذ الحيطة والحذر لأفراد الأسرة الذين يخرجون من المنزل ويعودون، وهي يعني الإصابة أنت هكذا تعرضتي من زوجك الذي كان يغادر الدار؟ نعم، بالنسبة للحجر المنزلي هو أكيد بما أنه في شخص بيطلع بيرجع، يعني رغم الاحتياطات هذا الفيروس، يعني الجميع يعني يقول أشياء كثيرة على الفيروس، ولكن يظل الفيروس فيروس جديد ولا نعلم كل شيء على هذا الفيروس، يعني كل يوم في أشياء جديدة تعرف عنها. بالنسبة لمن يخرج من البيت يجب احترام يعني مسافات الأمان، التعقيم، وهذا غير كافي في بعض الأحيان، لأنه يعني في البداية كان فقط أنه الفيروس ينتقل من شخص لشخص، وأصبح مع مرور الوقت يعني ينتقل عبر البلاستيك، عبر يعني مقفل الباب، يعني يمكن من يخرج من البيت أصبح زر الأسانسير يعني أخطر من أنك تلتقي بشخص مصاب موجود على بعد 5 أمتار. هذا الأشياء التي يمكن نحن لا نطبقها في حياتنا اليومية، لأننا طبعا مجتمع متعايش مع هذا التواصل الاجتماعي الموجود. يعني نعم أمال، هل أو يبدو أنك لم تضطري إلى دخول المستشفى، لماذا؟ هل لأن المستشفيات لا تستقبل إلا الحالات الحرجة، أم لأن العوارض عندك طفيفة؟ بالنسبة للمستشفى يعني كقاعدة في فرنسا وخاصة في باريس وضواحيها وفي بعض المدن الكبرى الفرنسية في شرق فرنسا، يعني هناك قاعدة أنه من لا يتعرض لضيق تنفس ومن لا يكف عن الأكل، هؤلاء يظلون في البيت وتكون هناك متابعة طبية يومية. يعني الطبيب المشرف يتصل كل يوم أو يبعث إيميلات أو حسب يعني طريقة التواصل التي نتفق عليها في اليوم الأول، ومن هنا يعني يمكن أن له أن يتابع هذه الحالة. ولكن في يعني فور ثبوت إصابة الشخص بالفيروس يتم أخذ معلوماته من قبل ما يعرف بالحماية أو بالاستعجالات هنا في فرنسا، يعني المعروف برقم 15 أو لو 15، اللي هم بياخذوا يعني رقم التليفون إذا في كود على البيت، وفور أنه الحالة تصير مش مستقرة، مثلا في ضيق تنفس، مثلا الشخص صار ما بيأكل ما بيشرب، هنا يتصل بالرقم 15 وهم لديهم الملف ويأتون يعني مباشرة لنقله إلى المستشفى. ولكن المستشفى في باريس وضواحيها وشرق فرنسا خلينا نقول القاعدة العامة هي الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أيضا يعني المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة. من باريس المصابة بفيروس كورونا أمال بيروك، شكرا جزيلا لك على هذه الإيجابية وهذه المعلومات،
وأنت في الحجر المنزلي بعد تعرضك لإصابة بكورونا.